اليوم هذا الاعتصام اللي من ضمن الاجراء ديال الشركه ديال لسمير مع هذه المسيره للطريق الساحليه كيجي في سياق الاحتجاجات المتواصله من اجل المطالبه بالقضيه المركزيه وهي اعاده تشغيل مصفاة ديال المحمديه الى سمير سابقا، وكذلك الاهتمام الوضع المزري ديال الطبقه العامله الذي لم يعد يطاق، وبذلك فرسائلنا موجهه الى المحكمه التجاريه من اجل الاعتناء بالوضعيه الماديه والاجتماعيه ديال الاجراء، وكذلك التعجيل بالاستئناف ديال الانتاج داخل مصفاة ديال المحمديه لما فيه من تحقيق لمصالح لصالح المغرب وصالح المغاربه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.